السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو راح ندير لكم كيفية كتابة وضعية إدماجية حول وصف صديق للسنة الثالثة متوسط للسنة الثالثة متوسط. هنا راح ندير لكم عن كيفية وصف صديق، ثم ندير لكم وضعيات أخرى مختلفة. إذن هنا يا رحين نبدأ في هذه الوضعية مع بعض على بركة الله. بسم الله. إذن هنا كيقول لك أوصف صديق، أول حاجة تديرها هي تذكر الاسم نتاع هذا الصديق. إذن نقولوا my friend أحمد for example، ولا my friend سلمى. أوكي سلمى. نذكروا العمر نتاعها، she is for example 15. okay she is 15 and she is 15 years old ولا she is 15. okay she is 15. من بعد نذكروا اين تسكن، لانه هذو معلومات لازم نمدوهم في الاول. she lives in Algiers. Algiers اللي هي الجزائر العاصمة. Algeria. اوكي Algeria. نتذكروا الاسم نتاعها، العمر نتاعها ولا العمر نتاعو، صديق او صديقه اللي كانت، وين يسكنوا. ثم نذكروا ايضا وين تقرا ولا وين يقرا. اوكي she studies. اوكي she studies at for example احمد ملياني ملياني middle school. middle school. okay full stop. هنا بعد ما مدينا المعلومات الخاصة بزميلتنا ولا بصديقتنا، رايحين نبدأ نوصفوا فيها من خلال الشكل الخارجي انتحا. نوصفوا الشعر انتحا for example نقولوا she has black short hair. هذا الشعر انتحى. and dark ولا blue ولا green الى غيرها. eyes اللون، واللون انتع الشعر والطول انتعه مهم جدا، واللون انتع الاعين ايضا مهمة جدا. اذا ذكرنا شعر انتحى، عينيها، تقدر تذكر حتى الانف، الفم الى غيره. دوكا رايحين ندخلوا في الوصف نتاع البيرسوناليتي نتاعها. نوصفوا البيرسوناليتي نتاعها اللي هي الشخصيه نتاعها. نقولوا فور اكزامبل شي از انتيليجنت. انتيليجنت هنا تخيروا الانتيليجنت الصفات اللي في زميلكم ولا في زميلتكم. she is intelligent and funny for example funny. مريحة، تضحك بزاف، تقول حكايات او نكت مضحكة. اوكي الى غيرها. and she is intelligent and funny. تحبوا تزيدوا صفات اخرى، she is for example calm sociable الى غيرها من الصفات، عندكم كما تحبوا تقولوا. ثم نذكروا وش تحب زميلتنا. نقولوا she likes for example she likes reading, she likes writing, she likes إلى غيرها. she likes writing and reading. and reading تحب الكتابة والقراءة. okay she likes writing and reading. ومن بعد نذكروا على الابيليتيز اند ديزابيليتيز نتاعها. نقولوا she can play for example football, the piano. she can play the piano for example piano ولا guitar. she can play guitar الى غيرها. تقدروا تما تذكروا رياضات، تقدروا تقولوا بزاف حوايج بزاف حوايج عندكم، بزاف هوايات وبزاف حاجات يحبوهم زملائنا واصدقائنا. ثم نقولوا she is for example ولا she dislike
she dislikes eating fast food for example. Fast food اللي هو الأكل السريع أنت الزنقة ما تحبش تاكله. She dislikes eating fast food. Okay. I وبعد في الأخير ذكرنا وش تحب وش ما تحبش وصفناها من خلال الوصف الخارجي نتاعها والهوايات نتاعها الذكاء نتاعها بزاف حوايج ذكرناهم وفي الأخير نقولوا I love my friend سلمى. هذا مكان هذا وش تتذكروا مدوا من كل حاجة نقطة من كل حاجة شوية من كل حاجة شوية أوكي تتذكروا الاسم نتاعه ولا الاسم نتاعها my friend سلمى العمر نتاعه ولا نتاعها she is 15 years old she lives in Algiers Algeria هذه كمقدمة she studies at أحمد ملياني middle school she has black short hair and dark eyes هذا الوصف الخارجي انتها تحبوا تزيدوا وش تلبس ولا وش تحب تلبس زيدوها في جملة she is intelligent and funny هنا ذكرنا الفيزيكال appearance انتها اللي هما المواصفات الخارجية انتها وبعد احنا تحدثنا على البيرسوناليتي انتها معناتها هي smart ومضحكة ثم تحدثنا على وش تحب وش تكره she likes writing and reading وبعد abilities she can play the piano or she can play the guitar she dislikes eating fast food I love my friend سلمى هنا وضعية قصيرة بسيطة مختصرة ومفيدة لو كانت تكتب وضعية صغيرة وقصيرة كما هكذا وشاملة لوصف صديق من حيث مطلوب في الوضعية هنا رايحين تديو العلامة الكلمة الكاملة هنا يقول لك زما you have a friend that you like a lot عندك صديق تحبه بزاف write a short paragraph about him ولا about her talking ولا speaking about his or her name age country physical appearance the characters نتاعو likes and dislikes إلى غيرها هنا المطلوب رحين يمدهونا في الوضعية الإدماجية وهذه الوضعية راهي شاملة لوصف صديق نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مع هذه الوضعيه القصيره والبسيطه تفيدكم وتستفادوا ونتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله اترككم في رعايه الله وحفظه وبقاو على خير